قاسمت الوفد المكلف بالحوار الوطني قناعتي بأن الرئاسيات تمثل المعبر الأسلم والمعبر الأنسب لإخراج البلد من الأزمة التي يعاني منها راهنا، وقدمت جملة من التبريرات والمستندات لهذا الخيار، لكنني وفي الوقت ذاته شددت على أنه لن يكتب النجاح لهذا الخيار إلا إذا حظي الاستحقاق الرئاسي بتوفير كل الظروف السياسية والمؤسساتية والقانونية الواجب ضمانها لإجراء الانتخابات الرئاسية في كنف الشفافية وفي كنف النزاهة وفي كنف الحياد. فعن الشروط السياسية الواجب توفيرها أشرت لهيئة الحوار إلى ضرورة إجراءات التهدئة والثقة، كما أشرت إليها كذلك إلى ضرورة تشكيل حكومة كفاءة وطنية خلفا للحكومة الحالية. وعن الشروط المؤسساتية ركزت عن ضرورة إحداث السلطة الوطنية المكلفة بالانتخابات التي يجب أن يعهد لها تحضير وتنظيم ومراقبة سائر كل المسار الانتخابي. لابد أن يكون الحوار جامعا وأن يهدف إلى لم الشمل وجمع الجهود ومد الجسور وتبديد الخلافات حول سبل تجاوز الانسداد الحاصل والتقصير من عمر الأزمة